بابا 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 ولك الله ياخذك، شو صار؟ انفجر البيت؟ شو صار لك ولا بدك تطيري لي عقلاتي؟ استغفر الله العظيم. قوم، صار الصبح. اي والله صار الصبح. اخ يا ظهري، كنت عم استنى اختك ونمت على الكنبايه. إليف، وين إليف؟ اجيت على البيت؟ انا شو بيعرفني؟ ولك كيف يعني شو بيعرفك؟ الله ياخذك يا بنت. إليف، انتي وين كنتي؟ ها؟ عم يدفعوا لك مصاري؟ وين كنتي من امبارح لهلا؟ يلا قولي لي. شوف، كنت بالمشفى، صار في مشاكل بالجامعة واكلت ضرب على راسي. لك ان شاء الله بيسمعوني خبرك وبيكسروا راسك لحتى اخلص من مشاكلك وارتاح. هاد لانك ما بتسمعي كلام ابوكي. سمعتي اختك؟ اتعلمي من اختك الصغيرة. بس هي ما بتسمع الكلمة عنيدة وما بتعمل غير يلي براسها. استغفر الله العظيم. فوق ما عم ننصحها معاجبة كلامنا كمان. فهمني بقى أبي، بدي صير دكتورة. رح تجلطني، دخيلك يا ربي، هي آخر شي رح تعملني مجرم، ما عاد اتحمل، بدي اخنقها وخلص منها. لا بابا، صدقني إذا قتلتها ما رح تستفيد منها بشي. بتفيدك وهي عايشة. أصلاً ما رح تكمل دراستها، رح تتقلع من الجامعة. تركينا من هالحكي الفاضي وقولي لي كيف بدي استفيد من هالغبية. أنت رح تخليها تشتغل وهيك بتجيب لك مصاري، مو أنت تعبت مشان تربيها، لازم هي تتعب مشانك كمان. وليه؟ عن جد كلامك صح؟ والله نشف دمي من قد ما دفعت لها مصاري، حق كتب وأقلام وشغلات فاضية. والله لقيت لها شغلة مربحة، مو في نسوان بيروحوا بينظفوا البيوت؟ إيه عم يكسبوا كتير مصاري، وإذا شغلناها ببيت شي عيلة غنية فبتعبينا بالمصاري. يا الله، والله أنت من الصبح عم ينقط من لسانك عسل صافي. يلا فوتي فوتي لشوف. يلا. امبارح المساء عملنا خطبة سهام وعزيز، الله يتمم هالشغلة على خير. والله إذا أنت سرعتي بأمور الطلاق وقتها رح تنتهي هالشغلة على خير. يعني نحن وعزيز حابين أنه نبلش بإجراءات كتب الكتاب بأسرع وقت. لا تشغلي بالك، أنا رح أرفع قضية الطلاق عن قريب. بلشي فوراً، وحتى مشان هيك كل المصاريف مشان الطلاق نحن مندفع لك ياهن. أنا ما بدي مصرياتكم ولا ابنكم. بكرة الصبح رح أنزل أقدم طلب الطلاق بالمحكمة. يمكن أنت بتكوني عم تقولي لحالك،
أكيد عزيز رح يندم كتير، لهيك خليني ماطل بموضوع الطلاق وبلا ما استعجل. بس بطمنك ما رح يصير هالشي، لأنه عزيز مبارح بعد ما خطب سهام قطع كل علاقته فيكي، وما ضل في أي شي ممكن إنه يربطكم ببعض. أي أنا بعرف يا خان. أي منيح، وأنا عم ذكرك منشان ما تنسي. بكرة الصبح بتروحي وبتقدمي الطلب، وبعدها بتطلعي من حياة ابني وما عاد تخليه يشوف وشك.